خريطة العالم مليئة بالغرائب والعجائب، لعل أبرزها عدد سكان بعض المدن. كوكبنا يتكون من 200 دولة، وكل دولة متميزة وفريدة من نوعها، ولكن الجمال ليس هو الشيء الوحيد الخاص بهذه الدول، فهذه الدول لديها الكثير من التصرفات الغريبة والمدهشة، سواء كانت صحيحة أو خاطئة. فمثلاً هناك بلدان ترغم سكانها على ارتداء أقنعة غاز طوال الوقت كلما ذهبت إلى الشارع وغادرت منزلك. وفي دول أخرى، ترى كل من حولك توائم، وفي بعض المدن لا يسكنها إلا الجن والثعابين. وفي بعض البلدان يتزوج الرجال بمئة امرأة وهي التي تقوم بتحمل كامل تكاليف زواجها. وهناك مدينة تتهمك بالشروع في القتل إذا شاهدك أحد تحاول تصوير نفسك، ويتم وضعك في السجن إذا فعلت ذلك. فعلاً هناك أماكن غريبة للغاية حول العالم. الآن دعونا نأخذ جولة في هذه الأماكن العجيبة، ولكن فضلاً ادعمنا بالإعجاب. أول مكان سنذهب إليه في جولتنا هو منطقة في وسط الصين تسمى مقاطعة دانغوان. هذه المدينة نفسها ليست غريبة، ولكن من يعيشون فيها هم الذين يتسمون بالغرابة. ففي هذه المدينة التي يفوق فيها عدد الإناث كثيراً عدد الذكور، يمكن للرجل أن يقيم مع عشيقاته اللواتي يدفعن مالاً مقابل الاحتفاظ به. فهناك الإناث هي التي تدفع للرجال حتى يتزوجها ويواعدها، وبالتالي نجد أن الرجل الواحد يواعد الكثير من النساء وهم يشجعون، لأنه لا يوجد عدد كاف من الرجال في هذه المدينة. ففي هذه المدينة يعيش رجل مقابل ثلاث سيدات، حيث تقيم العشيقات المتعددات مع الشبان وتقمن بتدليلهم للمحافظة عليهم لعلهن يتزوجن منهم. لنعطيكم فكرة عن عقلية الرجال في هذه المدينة، قال رجل يسمى ليبينا في إحدى المقابلات التلفزيونية: لدي ثلاث حبيبات وكل منهم تعرف كل شيء عن الأخرى، والكثير من أصدقائي لديه العديد من الحبيبات أيضاً. ثانياً جزيرة الأفعى، قد لا يتواجد أي منطقة على كوكب الأرض تتسبب في موتك أسرع من هذه الجزيرة الصغيرة التي تتواجد في سواحل البرازيل، ويطلق عليها جزيرة الثعابين، وبالتالي فإن مدى خطورتها يتمحور في اسمها، لذلك منعت الحكومة البرازيلية أي شخص من زيارة هذا المكان حفاظاً على أرواح الناس. وإذا نظرنا إلى الجزيرة عن بعد، نجدها جزيرة غاية في الهدوء والجمال، ولكنها في الواقع عكس ذلك تماماً، حيث إنها تعد وكراً لكافة أنواع الثعابين السامة والمميتة، وذلك بمقدار 5 أفاعي للمتر الواحد، وهذا هو سبب تسميتها بجزيرة الثعابين. ويصل عدد الثعابين التي تعيش في هذه الجزيرة إلى حوالي 4000 ثعبان، والتي تعد من أخطر أنواع الثعابين في العالم والأكثر ندرة أيضاً، وذلك لأنها تحمل أقوى وأخطر أنواع السموم التي عرفها الإنسان، لدرجة أنها لديها القدرة على قتل شخصين في نفس الوقت. ثالثاً ننتقل إلى اليابان، حيث المدينة الغريبة مايكي جيما. هذه الجزيرة التي يرتدي سكانها الأقنعة لسبب غريب وعجيب، ما الذي يدفع هؤلاء الأشخاص لقضاء حياتهم بهذا الشكل؟ مايكي جيم أو مدينة الأقنعة، وبسبب غرابتها نجدها واحدة من أشهر هذه الجزر. عادة تحدث البراكين باستمرار في هذه المنطقة، مما أدى لانتشار الغازات السامة في الهواء، ما اضطر أهالي القرية شراء الأقنعة والعيش بها بسبب هذا الهواء السام الملوث. فإن سكان مايكي جيم مضطرون إلى ارتداء أقنعة الغاز في كل مكان، وكذلك السياح. فعندما يرتفع مستوى الغاز عن مستوى معين، تنطلق أجراس الإنذار حول الجزيرة في أي وقت في اليوم. رابعاً الجزيرة الساحرة سانتا كروز دي، وهي تقع في كولومبيا في أرخبيل، وهي تعتبر أزحم جزيرة في الكوكب بأكمله. فعلاً هذا حقيقي، مساحتها بحجم ملعبين كرة قدم فقط، وتقريباً يعيش 1000 شخص على هذه الجزيرة الصغيرة. مدينة التوائم في البرازيل، في تلك المدينة يزيد أعداد التوائم عن النسبة العالمية 1000%، وهذا ما جعل سلطات البرازيل تقوم بتسميتها مدينة التوائم. ومن الغريب أنهم يتخيلون أن هذه النسبة وصلت لهذا الحد نتيجة لهروب أحد الأطباء الألماني إلى البرازيل أيام الحرب، وقام بعمل أبحاث طبية هناك أدت إلى هذه الظاهرة الغريبة.
في مدينة شامولا بالمكسيك. لا تلتقط الصور هناك في تلك المدينة النائية. إذا شربت الكوكاكولا فسوف تخلصك من الظلمات. نعم لا تعجب، فهذه أفكار أهل المدينة الغريبة والتي تشمل العديد من الغرائب. كان يوجد اعتقاد راسخ بأن التقاط الصور يأخذ جزء من الأرواح، فإذا ذهبت إلى هناك لا تلتقط الصور إلا سرا، وإلا اتهمت بالشروع في القتل. مدينة الأقزام. عام 2009 أنشأ عدد من الأقزام الصينيين مدينة خاصة بهم في العاصمة كونمينغ، وبالفعل قاموا بتحويل منازلهم في تلك المنطقة الجبلية التي يعيشون بها إلى منازل على هيئة نبات المشروم، ولا يعيش فيها إلا قصار القامة الذين لا يتجاوز طول سكانها 130 سنتيمترا. يشعر السائح العادي عند زيارته المدينة أنه رجل عملاق دخل عالم القصص الخرافية، ويتم تشبيه تلك القرية بقرية السنافر. والمدينة عبارة عن مملكة صغيرة، حيث تم تنصيب ملكا قزما لديه حراس أقزام يسهرون على أمنه وأمن المدينة. مدينة الجن. مدينة أثرية عملاقة تحت الأرض في تركيا، عثر عليها بالصدفة في عام 63. تتكون هذه المدينة الأثرية العملاقة من 11 طابقا تحت الأرض، وهي كبيرة جدا لدرجة أنها تتسع إلى 50,000 من الأشخاص. ليس هذا فقط، بل تحتوي هذه المدينة العجيبة على كل ما يلزم من وسائل الراحة، من معاصر للزيتون والنبيذ وإسطبلات وغرف للتخزين وحجرات للطعام ومصليات. ويتم الدخول إلى هذه المدينة المعقدة عبر عدة بوابات حجرية ثقيلة. مدينة كوبر بيدي الأسترالية. تعد مدينة كوبر بيدي من أكثر مدن العالم تميزاً، حيث يعيش سكانها في كهوف منحوتة تحت الأرض، ولهذا قد تظهر بأنها خالية من مظاهر الحياة، لكنها تضم نحو 3500 شخص. كما يعود السبب الرئيسي لبناء بيوت تحت الأرض هرباً من درجات الحرارة المرتفعة التي تصل إلى 51 درجة مئوية، ويتم الوصول إلى المنازل أو المراكز التجارية عبر مداخل فوق الأرض. مدينة كولما في كاليفورنيا. تعرف مدينة كولما باسم مدينة الموتى لأنها المثوى الأخير للكثير من الشخصيات التاريخية. تبلغ مساحتها 5 كيلو متراً، يعيش فيها 1800 شخص فقط، ويفوق عدد الموتى عددهم بمليون ونصف ميت. وتعد هي المدينة الوحيدة في العالم التي يتفوق فيها عدد الموتى عن عدد الأحياء. وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية الفيديو. برجاء دعمنا بالإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا، وترك رأيك في التعليقات.